تابع مع الفنانة السعودية مروة سالم اللي كمان حكت في الموضوع الاتحاد، لأنه هي بالنهاية واحدة من الجماهير اللي بيحبوا النادي. وراح نتابع الأميرة فعت كروت الصدى مع علي شرايا وأميرة العابد وعمر العلي من دبي. الاتحادية الجميلة مروة سالم، رحب فيك بداية في صدى الملاعب. أهلا فيك، تسلم. أنت كاتحادية يعني برأيك إيش اللي حاصل في الاتحاد الآن؟ صراحة إحنا كاتحادين زعلانين جدا على وضع الاتحاد، وأنا صراحة أوجه رسالة للعيبة الاتحاد، أقول لهم الشعار اللي أنتوا لابسينه لازم تعرفوا قيمته كويس. هذا الشعار مو بالساهل، هذا الشعار كان حلم لكثير من الشباب وكثير من اللعيبة إنهم يرتدوا هذا الشعار. هذا الشعار ما وصل بالسهل، هذا نتيجة عدة تراكمات وعدة تضحيات، ورجال كانوا يلعبوا في الملعب حققوا بطولات وحققوا كؤوس وصلتكم، فلازم تقدروا الشيء ده ولازم تعرفوا قيمة الشعار. من أكثر لاعب يلهمك في نادي الاتحاد صراحة الآن في الفترة الحالية؟ صراحة روما عامل شغل مرة حلو، فهد المولد، تقريبا كريم الأحمدي، بس بشكل عام مين أكثر لاعب؟ طبعا محمد نور، يعني الأسطورة محمد نور. للرياضة حيز في حياتك، إيش الرياضة اللي تمارسها مروة سالم؟ أحب اليوغا جدا لأنه فيها ستريتشينج وفيها نوع من أنواع التأمل. هذا أول شيء يفيدني في شغلي ويفيدني في حياتي العامة، يعني خفف من الضغط والتوتر. خلينا نتخيل الحياة ملعب، في ملعب حياتك يا مروة، مين اللي يمثل لك؟ حارس المرمى أو خط الدفاع الأول في حياتك، خط الوسط وخط الهجوم في حياتك؟ هي فعلا الحياة ملعب أصلا يعني. خليني أبدأ معاك من الحارس. الحارس أعتقد هي دعوات أمي وأبويا. انتقل للدفاع، الدفاع زوجي لأنه هو اللي بيدافع عني في أشياء مرة كثير. خط الوسط اللي بيمدني بالطاقة، مؤخراً ممكن تكون بنتي فرح يعني، لأنه بسببها بتعطيني طاقة وتعطيني دافع إن أنا أشتغل أكثر وأنتج أكثر وانتبع على نفسي أكثر. خط الهجوم، خط الهجوم أعمالي، إنتاجي، فريق العمل. بكل الخير الأحمر لكل شخص سلبي انتهازي، يسحب من طاقتك ومن عطائك. الكرت الأصفر، كرت الإنذار لكل شخص يحاول يتطفل على حياتي ويمارس الوصاية على حياتي من غير وجه. الكرت الأبيض لكل شخص أذاني واعتذر، راح أكون مترفعة عن إني أنا أحقد أو أرد له الأذية. فكرت أبيض لأن أنا مش فاضية أصلاً يعني أحقد أو أكره. سعيدة جداً إن أنا أكون معاكم في صدى الملاعب، يعني هو صراحة مو صدى الملاعب، هو صدى البيوت، لأنه الأستاذ مصطفى الآغا صار ضيف في كل البيوت العربية وصار يعني الوجه المألوف للعوائل العربية، فيعطيه العافية أبو كرم، ودائما هو اللي بينورنا وهو اللي بيشرفنا.